لكن لسه ما نقدرش نقول ان مرمى المهدي سليمان اتهدد بشكل خطير الا كورة الخواجة اللي انقذها القائم سمير يلف جول 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 التعادل لطلاع الجيش. لسه بنقول يأتي كاماتشو من الخلف ويسدد الكورة قذيفة صاروخ تخبط في احد اللاعبين في راس احد اللاعبين وتغير اتجاهها وتخدع المهدي سليمان ويتعادل طلاع الجيش. يبقى اذا في الدقيقة 28 خلينا نشوف خبطت في مين وهيتسجل باسم مين. ده كريم طارق والله كريم طارق وكاماتشو اللي لمسها ولا مين ولا ديارة اعتقد ديارة اعتقد عبد الله نصيب لمست فيه عبد الله نصيب يبقى ممكن يبقى كريم طارق صاحب التسديدة لكن اعتقد انه هيتسجل باسم ديارة عبد الله نصيب اون جول يعني هدف ذاتي على اي حال ايا كان صاحب الهدف المهم انه تسجل والمهم انه طلع الجيش. لسه بنقول انه بيبحث عن التعادل قبل الشوط ما يخلص فوجد التعادل قبل حتى ما نكمل 8